تاني فقراتنا الحوارية النهاردة مع واحد من نجوم الساحرة المستديرة اللي بيشرفونا بقوا دلوقتي خلاص في البيت الكبير باستمرار، متميز زي ما حضراتكم عارفين في الموهبة في الأخلاق، شخصية أهلوية يعني مفيش اتنين يختلفوا عليها. ومشرفنا النهاردة في البيت الكبير كابتن محمد حشيش اللي برحب بيه، نور البيت كالعادة. شكرا يا سام، ازيك يا كابتن محمد؟ ازي حضرتك؟ الله يخليك. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. كله تمام، منورنا وبنسعد دايما ان حضرتك تكون موجود معانا. ربنا يخليك، ربنا يخليك. كابتن محمد، لو ابتدينا كده من المشكله المثاره، يمكن احنا كنا من دلوقتي بنتكلم تحت الهواء اللي هي الازمه اللي اثرها كابتن محمد فضل المسؤول في اللجنه الخماسيه اللي بتدير الكوره المصريه في مصر مع لاعب في فريق النادي الاهلي. كان تعليقك عليها ايه؟ بس عايزه الناس تسمعه اللي احنا يعني اللي احنا سمعناه تحت الهوا ده، برضو الناس تسمعه. يعني انا شايف الموضوع خد يعني حيز كبير قوي وحصل مشكله من لا شيء. نعم. يعني ده احتفال، وحتى لو في بروتوكول معين حتى لتسليم الدرع او الاحتفاليه بيبقى في تجاوزات مع الفرحه كتيره. تجاوزات في ايه؟ ان واحد لعيب يقف هنا، لعيب يقف هنا، واحد يقعد على الارض، واحد ينام يتصور، واحد يمسك. فانا مش عارف القصه يعني بدات ليه بالشكل ده وخدت المنحنى ده. وبعدين اعتقد ان انا يعني كنت فاكر الموضوع وقف عند موقف حصل وارد بين اي حد في الملعب خلاص هينتهي. ففوجئت ان حصل بقى تطورات وابتدى يبقى فيه مذكرة للجنة الانضباط وكده. فبالتالي كان لازم النادي الأهلي طبعا يرد، لأن احنا يعني النادي الأهلي الناس كلها شافت ان مفيش خطأ في الجانب الأهلاوي او جانب كهربا. لعيب ماسك ابن واحد زميله بيحتفلوا بيه، يعني احتفالهم، انا شايف احتفالهم بمؤمن كان احتفالهم يعني اكتر من احتفالهم بالدرع. حقيقي. يعني انت فاهم ازاي؟ وبعدين شفنا كمان اللعيبه على مدار الماتشات كلها الاخيره كانوا بعد اي جون واي احتفال بيعملوا الحركه بتاعت مؤمن الشهيرة. وما صدقوا ان الراجل بقى جه ومعاه مراته ومعاه ابنه في احتفاليه الكبيره دي اللي هي بيهدوا له كلهم طبعا يعني الدرع، وكان عريس الاحتفال. فاعتقد ان ممكن يكون فضل يعني جنبه التوفيق في حاجه زي دي، بس اعتقد الموضوع يعني المواضيع هتعدي، لان برضه فضل ابن النادي الاهلي وراجل بينتمي اساسا برضه للنادي الاهلي. صحيح هو دلوقتي بيمثل طبعا اللجنه الخماسيه، كان لازم يبقى فيه يعني تصرف يوازي الحته دي ان هو مكانه في اللجنه الخماسيه بقى بعيد عن اي حاجه يعني. انما اعتقد ان شاء الله ان الموضوع هيعدي والامور هتمشي. يعني هو كان موقف زي ما انت قلت، ان شاء الله الامور هتعدي، ما يعني الدنيا ما بتقفش على حاجه، لكن بتبقى في اجزاء كده في حياتنا بتبقى فيها نوع من انواع الاختبارات، شويه نوع من انواع التقييم، مواقف بتبين وبيكون لها دلاله بشيء معين. وحضرتك اتكلمت في نقطه ان كان الموضوع كان ممكن يعدي سهل جدا خالص. خاصه ان الجزء الاولاني ممكن ما يكونش حد خد باله في اللقطه الاولى ان مثلا كهربا فرحان ومركز مع مؤمن، يعني كلهم الحقيقه كانوا مركزين بالظبط. فهي طب انا اقول لك على حاجه عمل الحدث بصراحة. طب انا هقول لك على طبعا اللي عمل الحدث، انا هقول لك على حاجه. احنا متعودين في العادي نزول الكابتن خطيب في اي حته الناس بص بتنسى اي احتفاليه وبتروح له. حقيقي. المره دي تحس ان كل الناس على مؤمن، يعني حتى الكابتن الخطيب نفسه على مؤمن فرحان بيه، فرحان بيه، فكله مركز من اول ما دخل يا كابتن حتى الاستاد. من فوق ما دخل احنا شايفين السيلفي مع اعضاء مجلس الاداره والناس كلهم، الناس اللي قعدت هتفت يعني متعاطفين ومهتمين. والاحتفال تحسي والله انا حسيت ان الاحتفال ده مش احتفال الدرع الدوري، لا احنا واخدين الدرع من الدور الاولاني. صحيح. انت فاهمه ازاي؟ انما هو الاحتفال الاساسي كان بمؤمن، فما كانش يعني ينفع المشكلة تبقى حاجة تخص مؤمن. فكرة التخبط النهاردة في اتحاد الكورة أو اللجنة الخماسية فيما يتعلق بضم كهربا من عدمه، أنا مش عايزة أسأل هنا، عايزة أسأل في فكرة هل كهربا نفسه على المستوى الفني لا يصلح إن حسام البدري يضمه للمنتخب؟ كهربا بكل أمانة أولا عضو في منتخب مصر بقى له فترة كبيرة خلال السنين اللي فاتت وكاس العالم، والراجل حصلت له إصابة خلال الفترة اللي فاتت زي ناس كتير تم اختيارهم. فيعني ما كانوش بيلعبوا ومن غير إصابة بالظبط كده.
وهو رجع وشفناه يعني انا ما شفتش كهربا فايق قوي كده زي الماتش اللي فات حقيقه. ايوه بيبان احنا كلعيبه بنبقى عارفين من الباص من الحركه من الخفيه كان فايق، بالعكس ده لو كان في تفكير قبل الماتش الاخير ده ما يبقاش بعد الماتش ده انت لما ظهر بمستوى كويس. وبعدين في لعيبه انت مش لسه هتجربيها في منتخب مصر، مظبوط، يعني مش لسه راح يعني يبقى تم انضمامه للمنتخب عشان اجربه اشوفه، لا الراجل له باع كبير عنده خبرات كبيره، لعب بره، وصل لمرحله ان انت شفته فايق، مظبوط، فما فيش حاجه اسمها اخده ولا ماخدوش، يعني في عناصر كده مسمى زي مثلا صلاح مثلا يبقى فتره مثلا مش فايق، أيوه. ينفع ما تاخدش منتخب مصر او خارج مثلا من يعني في ناس خلاص طبيعي. حفرت اسمها في الحته دي ووجودها مهم ومن العناصر الاساسيه، فاوتوماتيك مجرد ما احس الحاله الوحيده بس لو لك قدر كانت لسه الاصابه موجوده كان هنقول الفتره قليله وما ينفعش. طيب احنا نطلع مع حضرتك فاصل سريع جدا، بعد الفاصل لسه مستمرين مع حضراتكم في البيت الكيش. كنا بنتناقش يمكن قبل الفاصل على الاحداث الاخيره و الأجواء والمشاكل اللي حصلت أو الأزمة اللي حصلت ما بين محمد فضل وكهربا، وكان أعتقد كان في النهاردة يعني جلسة في اتحاد الكورة للم الأمور بشكل أو بآخر، برضو شايف الأمور ممكن تدار أو الفترة اللي جاية ممكن يكون فيها إيه؟ يعني أنا أعتقد طبعا هو زي ما قلت قبل كده أن الموضوع ده يعني كان وليد الصدفة، صدفة يعني موقف حصل يعني ممكن يحصل في أي احتفال أو موقف. النهاردة أكيد طبعا الاجتماع كان فيه شيء من الحميمية، لأن طبعا فضل زي ما قلت بينتمي للنادي الأهلي، ويعني هو طول عمره كلاعب كان لعيب محترم، وبعد ما يعني خلص واتجه للعمل الإداري شخصية مشرفة وجهة مشرفة، لأنه برضه هو في الأول في الآخر هو ينتمي للنادي الأهلي. أعتقد أن الموضوع هيبقى يعني خلال الفترة اللي جاية دي خلاص هي موضوع وحصل، والأمور يعني هتهدى وخلاص، وإحنا عندنا حاجات أهم بكتير من الموقف بسيط. ما عندناش مشكلة يا كابتن خالص، وإحنا يعني من أيام ما كان محمد فضل طبعا هو اللي بينظم البطولة الأفريقية، إحنا حتى على مستوى كنا بره شويه كنا شايفين انه فعلا كادر على مستوى عالي جدا. صحيح صحيح. عنده ثقه الناس اللي حواليه، يعني الباشمهندس هاني ابو ريده كان بيقول ان فضل من خلال شخصيته من خلال كادر واعد معين بيأدي طبعا بشكل كويس، واحنا وجماهير النادي الاهلي فعلا كانت يعني كانت فرحانه لان يعني ده بينتمي للنادي الاهلي، بينتمي للنادي الاهلي وكادر كويس، ما عندناش كوادر اداريه بشكل مميز، حسام غالي عندنا بشكل كويس. صحيح. فخلينا نتكلم ان القصه ديت شويه عشان كده بتلاقي زعل من جماهير النادي الاهلي، زعل مننا لان احنا يعني بنتوسم على قد الشخصيه معينه المحبه على قد الزعل، ويمكن الموقف ده لو صدر من اي حد تاني غير فضل، ان الناس كلها زي ما بقول لك عارفه ان فضل بينتمي للنادي الاهلي وراجل اهلاوي بغض النظر عن وجوده في المنصب ده، فيمكن الناس بس خدت على خاطرها شويه ان هو كان احتفال، انما اعتقد يعني الامور كلها بسيطه، ويعني اعتقد بعد الاجتماع ده انا عرفت الاجتماع ضرب يعني بنوع من الحميميه يعني، والقصه خلاص المفروض انتهت نوع يعني من الحميميه. ومعانا تليفون كابتن محمد فضل معانا على التليفون. كابتن محمد اهلا بيك في قناه النادي الاهلي والبيت الكبير، مساء الخير. مساء الخير كابتن هاني، بسلم عليك طبعا، بسلم على استاذ سهام وكابتن محمد حشيش. اهلا والف مبروك لقناه الاهلي، يمكن اول مداخله منذ بدايه القناه، الف مبروك ليكم ويا رب دايما كده تقدم ونجاح. اكيد ان شاء الله. شكرا لك يا محمد، لكن خلينا نتكلم بكل امانه في يعني من خلال يوم السبت لليوم اللي احنا فيه دوت كان في بعض الازمه والمشاكل اللي حصلت، مش هتطرق ليها اكتر من هقول ان طبعا احتراما او النادي الاهلي طبعا كيان كبير جدا وبيحترم الاتحاد الكوره وبيحترم اللجنه الخماسيه، وبالتالي كان النهارده كان في لقاء مع محمود كهربا داخل يعني ما بين الجدران في الجبلايه. عايز اعرف من حضرتك ايه اللي دار ونهايه القصه ايه ان شاء الله. الاول كابتن هاني طبعا خلينا الناس طبعا كلها مستنيه ومنتظره وفي لغط كتير جدا على السوشيال ميديا وحتى في قنوات كتير، فخلينا يعني ملخص الموضوع ان اخ صغير جه بيت اخوه الكبير في وجود استاذ عمرو جناني رئيس الاتحاد، في وجود العميد محمد مرجان طبعا اخويا الكبير اللي بحترمه جدا، في وجود الاستاذ عيد العطار، في وجود كابتن محمد بركات، وطبعا زي ما انا قلت لما حد يجي بيتك ويكون اخوك الصغير اللي انت بتحبه، يعني هو ده على فكره كهرباء هو صاحب
ابن اختي، يعني كهربا دخل بيت اختي كتير. لا ما هي العلاقات معاكم انتوا انتوا اخوات يعني اولا واخيرا يعني. لا الموضوع في علاقات، علاقات كمان عائليه يعني. لاعب يعني، هو دخل، انا بقول لك دخل بيت اختي طبعا، واخ صغير وربنا يكرمه ويوفقه، ومش عايزين نتطرق لموضوع. انا بالنسبه لي زي ما قلت لك، هو وجوده وقدومه الى الاتحاد الموضوع اتقفل له صفحه واتقفلت بالنسبه لي، وربنا يوفقه في تاريخه طبعا وفي مشواره. وخلينا خليني اقول لك، عشان انا ما بحبش دايما ان انا اقف او نتعرض لمشاكل او نعمل لغطات او لغط في حاجات معينه. مبروك للنادي الاهلي، مبروك لجماهيره، اتمنى التوفيق يوم 4 باذن الله لنادي الزمالك، ويبقى ان شاء الله نهائي افريقي خالص يوم 27. اتمنى ان شاء الله منتخب مصر طبعا يوم 14 و17 لمباراه توجو. موسم كان شاق جدا يا كابتن هاني، حقيقي كان شاق جدا علينا طبعا انظميا، وكان في تفاصيل كثيره جدا فعلا، الديتيلز كانت كثير، سواء احنا كلجنه جينا في تقريبا سنه ولغايه دلوقتي حوالي سنه وثلاث شهور. كان موسم شاق جدا علينا، احنا البلد الوحيده اللي في العالم اللي رجعت الدوري بجميع اقسامه، حتى الكره النسائيه والخماسيه. بشكر طبعا مسؤولي الدوله على الثقه طبعا، والثقه فينا كاتحاد ان احنا نقدر نعمل كده بالاجراءات الاحترازيه. وببارك على قناه النادي الاهلي، ببارك لجماهير النادي الاهلي بالدوري ال 42 الاستثنائي، وان شاء الله زي ما قلت بالتوفيق للجميع يا رب كده، وتبقى مباراه نهائيه مصريه خالصه تعبر عن نجاح الموسم يا رب. طبعا ان شاء الله منتظرين مباراه نهائيه باذن الله. لكن برضه سؤال، هل في اتفاق؟ يمكن كان بعض الوسائل الاعلام بتقول ان حتى على المستوى الجماهيري ممكن يكون في المباراه النهائيه حضور الجماهير ايا كان، اذا كان الاهلي والرجاء او الاهلي والزمالك. هل في تواصل مع الاتحاد الافريقي في هذه النقطه، ولا يعني ما زالت الامور واقفه عند نقطه عدم وجود جماهير؟ لا احنا نتمنى طبعا وجود جماهير، ويمكن احنا كمجلس يعني السيناريو بتاعنا او حتى البوليسي بتاعتنا كانت ان احنا عاوزين نرجع جماهير بعد نجاح في البطوله الافريقيه. وبدانا الدوري سواء في ماتش السوبر او نهائي الكاس كان حوالي حضور 20,000 متفرج، وبعد كده حصل طبعا ظروف الكورونا، كنا بننزل بنرجع تدريجي، حصل ظروف كورونا ابتدينا نعمل اجراءات احترازيه. نتمنى وجود جماهير، هتبقى طبعا لو الكاف على فكره احنا تواصلنا معاهم، قالوا لو في خطه طبيه مقدمه بشكل جيد، هم طبعا دي حاجه تشرفهم ان دي هتبقى اول بلد واول بطوله في العالم اتعملت بعدد من الجماهير. ولكن احنا بتقف عند حاجتين هم دولت الاساس، وهو الملف الطبي، الاجراءات الطبيه طبعا البريكوشنز كلها، والنواحي الامنيه. صحيح. باذن الله يا رب ان شاء الله احنا طبعا هنسعى وهنبتدي نكلم كل الجهات، ونقدر ان احنا نوفر الملف الطبي. عندنا دكتور محمد سلطان راجل يعني تحمل ما لا يتحمله بشر، هو اللجنه الطبيه. وطبعا بالتنسيق مع وزاره الصحه هندخل مع دكتور اشرف صبحي طبعا معالي وزير الشباب والرياضه، ونحاول ان احنا حتى كمان يبقى طرف لو النادي الاهلي كده كده هو في النهائي، نادي الزمالك لو قدر باذن الله انه يكسب نادي الرجاء هيكون في تنسيق لعدد محدد من الجماهير، هنسعى لذلك. ولو يعني باذن الله نقدر نعمل اي حاجه في مصلحه الكره المصريه هنحاول نعمل كل الاسباب يا كابتن هاني طبعا، ويا رب. ما هي مصلحه الكره المصريه برضه يا فضل يعني بتقول لنا وبتجبرنا ان احنا نبص للقدام، نبص ان منتخب مصر ان شاء الله مباراه النهائيه في مصر باذن الله تكون مظهر كويس. منتخب مصر داخل على ماتشين مهمين جدا ان شاء الله نكون في ظهره. لكن كمان خلينا نتكلم ان المشاكل اللي فاتت دي خلاص يعني احنا مش هنتكلم، وانت زي ما قلت يا محمد انتوا اخوات اولا واخيرا، عندكم علاقات مع بعض بشكل جيد على المستوى النفسي. كهربا على فكره لعيب كبير ولعيب مميز ولعب كاس عالم وفي اعلى مستوياته، ويعني مش هقول زي ما انت قلت ان كهربا غلط، مش هقول مين اللي غلط ومين اللي ما غلطش، لان ده موضوع واتقفل خلاص. احنا مش في جدل مين اللي غلط، لان انا في اعتقادي الشخصي كهربا ما غلطش، لكن مش هنخش فيها. لكن انت اخ كبير حضرتك حاجه على الموضوع ده. اتفضل. زي ما قلت لحضرتك، اما اخ صغير يجي البيت اخوك كبير. طبعا لا بص انتوا اخوات يا فضل. ده ملخص الموضوع ده. صح مظبوط. الموضوع ده مش انا اعتبر الموضوع من هنا اتقفل، ومحمد فضل وكهربا اخوات. في حاجه بس عاوز اوضحها. اتفضل اتفضل. وجودك يعني طبعا ان كان اول مره في تاريخ الكره المصريه ان يبقى تسليم الدرع من داخل الملعب. مظبوط. الاحتفاليه بالتنظيم الجيد. صحيح. بالشكل ده
في الظروف الاستثنائية. خلي بالك انت بيبقى فيه انت بتعمل تيست طبعا، بتبقى فيه البي سي ار بيتعمل قبل المباراه، فتبقى انت مظبط ومنسق. احنا كنا منسقين مع العميد محمد مرجان البروتوكول ومين هينزل، وطبعا الحفاظ على سلامه اللعيبه والاجهزه. فخلينا زي ما بقول لك دايما نبص للجانب المضيء. طيب الجانب المضيء هو اي حاجه، الجانب المضيء دايما يا محمد مع عدم عاطل كلامك. احنا بنقول مبروك للنادي الاهلي، احتفاليه رائعه، التنظيم كان الى حد ما ممكن يكون احسن، لكن الفرحه كلها وفرحه جماهير النادي الاهلي وفرحه مؤمن زكريا وفرحه كابتن محمود الخطيب، وفرحتنا ان شاء الله كلنا بقى مع التاسعه ان شاء الله يوم 27 نوفمبر. البطل يا كابتن هاني ومنتخب اكيد. انا قطعت حضرتك. لا اتفضل. ان انا يعني انا بحب طبعا، يعني خليني اوجه الكلام ده للاستاذه سهام. اتفضل. يعني طبعا زوجة كابتن مؤمن زكريا وحاجة ست أصيلة مصرية جدعة طبعا، ربنا يا رب يصبرها على الابتلاء ويرجع لنا أحسن من أول بإذن الله. وطبعا مؤمن هو هيفضل بطلنا لغاية ما يرجع بالسلامة، كان هو البطل بتاع الفوتو أصلا في شركة منتخب مصر، البطل في تسليم درع الدوري بإذن الله. إن شاء الله أي تواجد ليه هنحاول نعمل أي حاجة هو يبقى هو مبسوط وسعيد. أنا حسيت إن الفرحة دي على وشه، والوقت تسليم الدرع كان هو مبسوط قوي، وكانت على لسانه جملة واحدة كلمة الحمد لله. وطبعا يعني بص مداخلتك دي على راسنا طبعا، إن أنت كمان في قناة النادي الأهلي، فأنت أخ كبير زي ما أنت قلت، وبنشكرك شكرا جزيلا جدا يعني. ميرسي جدا على شكرا يا فضل. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا كابتن محمد. طبعا يعني سمعت مكالمه. بالظبط يعني زي ما انت قلت بالظبط يعني. زي ما قلنا قبل المداخله طبعا، فضل ابن من ابناء النادي الاهلي وراجل دلوقتي مسؤول في اللجنه الخماسيه في اتحاد الكوره. حصل مشكله، الناس يعني كبرت بشكل او باخر. يعني اعتقد ان هن بالمداخله اللي عملها فضل في قناه النادي الاهلي اول مره بتالي بعد دي حقيقه، بعد الواقعه دي، بعد الواقعه دي، فدي يعني حاجه بتبين ان خلاص يعني الموضوع يعني خد اكبر من حجمه، والموضوع خلاص انتهى. ويا ريت بقى الناس كلها تفكر في اللي جاي، تنسى بقى المواضيع دي وتفكر في اللي جاي. وعايز اقول له يعني الاحتفاليه بتاعه النادي الاهلي بالدرع هي احتفاليه النادي الاهلي، وبرده احتفاليه للجنه الخماسيه انها قدرت تستأنف البطولة في ظل الظروف اللي فاتت، وتستكمل البطولة دي اللي صعبة جدا، واللي يعني فيها حاجات كتيرة كانت صعبة جدا، انها تستكمل البطولة. والأول مرة يعملوا احتفالية بالدرع في الملعب نفسه في آخر مباراة للنادي الفائز، فدي حاجة برضو تحسب للجنة الخماسية واحتفال ليهم يعني. طبيعي أكيد احتفالية، ولكن خلينا زي ما حضرتك بتتكلم خلينا نبص لقدام الخطوة اللي جاية. واحنا اللي يهمنا طبعا كجماهير النادي الاهلي اكيد الاقرب حاجه هي طبعا الماتشين بتوع توجو على صحيح. مستوى المنتخب. حضرتك شايف القايمه ازاي؟ شايف التجمع ازاي؟ شايف الماتشين كمان، ماتشين توجو شايفهم ازاي بالناحيه الفنيه؟ طبعا يعني انا شايف كابتن حسام معذور، لان هو برضو الظروف بص الاطراف كلها عندها صعوبه في اداء شغلها، منهم طبعا الكابتن حسام نتيجه لطبعا التوقفات اللي حصلت والكورونا، وبعد كده استئناف البطوله مع ضغط الحرم كمان من معسكر اكتوبر يعني. طبعا يعني برضو علشان هو الراجل نديله حقه في الجزئيه دي، ان الكابتن حسام تنازل عن معسكر اكتوبر عشان الدور يكمل والدنيا تمشي. فطبعا يعني هو معذور، المنتخب غير الفرق، وكابتن هاني كان مدرب المحلي لازم يبقى فيه تجمعات كتير عشان يحصل موضوع الانسجام، عشان احط استئناف دوري. كان ايه اللي حصل؟ وده اللي كان النادي الاهلي بينادي بيه من الاول، وكان مصر على الكلام ده. وفي بعض الناس كانت فاكره ان النادي الاهلي بس عشان اقرب لمكسب البطوله فهو عايز بس الدوري السعودي. لا، الدوري كان لازم يستمر عشان حاجات كتيرة قوي، من ضمنها وأهمها هي طبعا المنتخب، ويليه طبعا البطولات الإفريقية اللي شفنا تأثير استئناف الدوري برضو في وصول الفرق للمواقف اللي هم فيها قبل النهائي، والنادي الأهلي طبعا في النهائي. الكابتن حسام لو رجعنا للماتشات طبعا في عناصر جديدة لأول مرة بتدخل المنتخب،
بيستعين بيها. اعتقد ان هو الفتره قليله قوي، والموضوع المعسكر اللي اتلغى ده برده كان هيفرق معاه ان هو برده يشوف العناصر الجديده دي مع العناصر الاساسيه او القوام الاساسي للمنتخب اللي هو اكيد في ذهنه. يعني ما تقدرش تحكم برضو على، يعني انا مشفق على برضو المنتخب خلال الماتشين الجايين، ماتشين زي بقول لك قبلهم صعبين كمان، صعبين وفرقه قويه بقى لها دلوقتي باع في افريقيا، يعني بالرغم ان توجو متزايله المجموعه فده بيديها كمان حافز اكتر، يعني طبعا بتلعب مصر، بتلعب فرقه مصر او منتخب طبعًا. من المنتخب الاكابر زي ما بيقولوا، فدي برضو بتدي يعني حافز للعيبه ان هو عايز يقدم كل اللي عنده. الماتشات الصغيره كابتن هاني انت عارف ان احنا يعني او الفرق اللي هي ملهاش تاريخ تخوف اكتر من الفرق الكبيره. يا ما خرجنا من تصفيات كاس العالم بالظبط بفرق صغيره، دي هي صعوبه المباراه. انما اعتقد ان كابتن حسام طبعا تاهيله النفسي، لان التاهيل النفسي خلال الفتره اللي جايه دي اهم من البدني. البدني طبعا احنا عارفين معظم قوام المنتخب سواء المحترفين اللي جايين من بره ابتدوا بقى لهم كام اسبوع بيلعبوا المباريات بره في دوريات، فهم وصلوا لمراحل كويسه. الناس اللي موجوده جايه من مشقه كبيره، عايزه برضو نوع من انواع الاستشفاء بطريقه معينه. يعني انت بتتكلم على منتخب فيه لعيبه مختلفه، لعيبه محترفه جايه بسيستم تاني خالص، لعيبه محليه عليها ضغوط جامده اللي هي بتلعب لغايه اللحظه دي في بطولات افريقيا وطالعه من دوري مضغوط، فعليها برضو احمال كبيره. لعيبه برضو كانت في الانديه اللي هي بعيده عن افريقيا ممكن تكون برضو مريحه اكثر من اللعيبه الثانيه، فهي عايزه الخلطه دي تكون خلطه سحريه سواء في المعدلات البدنيه او طبعا في المستويات الفنيه بقى التقارب، لان برضو احنا مش عارفين برضو كابتن حسام يعني توجهه الشكل العام هيلعب ازاي، الشكل العام هيلعب ازاي خلال الفتره دي، لانها لها اعتبارات كتيره. واحيانا يا كابتن هاني وانت عارف الافراد بتحكم عليك طريقه اللعب، مظبوط، يعني بعض اللعيبه لو موجوده او مش موجوده بتقدر انت تغير في على حسب القماشه اللي عندك يعني. بالظبط كده. ان شاء الله بنتمنى له طبعا كل طبعا مصر وكل الجماهير المصريه بتسنده طبعا خلال الفتره الجايه دي، ويعدي بس المرحله الاولانيه عشان نشوف الشكل بعد كده هيبقى ايه. عايزين نتكلم مع حضرتك عن البراعم، وان شاء الله يعني خلاص احنا بنتكلم عن المسابقات راجعه قريب صحيح، وعايزه حضرتك تتكلم في ده، وكمان الاعتماد، فكره اعتماد موسيماني النهارده على اللعيبه الشباب العربي بدري بقى ومحمد شريف وفخري. بصي هقول لك يعني حاجه انا مقتنع بيها من زمان، وبقول ان دايما اي فرقه في الدنيا لازم يبقى فيها اكثر من عنصر شباب. ايوه، وما ينفعش اوصل الفرقه لغايه ما بقى كلهم كبار وبعدين ابتدي ادعم، لازم اللعيب الصغير ده يلعب في وسط اللعيبه وهي الكبيره وهي في التوب بتاعها عشان يشرب منها ويتعلم وياخد خبرات، وعلى الاقل ما بيبقى الوضع كده بقى فيه مكاسب وانتصارات عشان برضو المدرب يقدر ينقي التوقيت اللي يقدر ينزل فيه اللعيبه الصغيره، لان اللعيبه الصغيره دي ما بتنزلش في اي وقت الا اذا كان بقى حاجه يعني ظرف اضطراري، لعيب اساسي مصاب فاضطريت العب ولد صغير، انما في المطلق لا، انا في ماتشات لازم ابقى مطمن على النتيجه ما فيهاش ضغط عصبي كبير، بحيث ان الولد لما ينزل برضه ياخد على الملعب بيلعب في وسط لعيبة كبيرة. أعتقد موسيماني ينزل كمان وسط بمعنى بلغة الكرة كابتن، والفرقة فايقة، ما يكونش فايقة مثلا في ما نزلوش مع الفرقة مش فايقة تخسر، يبقى خلصت أنا عليه من البدايات، لأن البدايات دايما بتبقى مهمة أوي للعيب الصغير. أعتقد موسيماني خلال الفترة اللي فاتت طبعا الظروف ساعدته إن حسم بطولة الدوري، يعني حسمت من فترة كبيرة وكان عنده الماتش ده، والناس كمان الاساسيين او القوام الاساسي بيلعب في بطوله افريقيا وهي البطوله الاهم، فشفنا الماتشات الاخرانيه ابتدى يعني ينزل لعيبه وصعد ناس، انا شفت حتى مصعد ناس من 2001 و2002 بالظبط كتير يعني، فدي حاجه كويسه. اقتراحاته بالنسبه كمان للموسم الجديد الناس المعاره، ايه رايك في الاعراض دي؟ طبعا هو راجع محمد شريف، بنتكلم على صلاح محسن، بنتكلم على ناصر ماهر، بنتكلم على اكرم توفيق. الاربعه طبعا هايلين، اعمار صغيره، خدوا خبرات في الانديه اللي لعبوا فيها،
شايفين ماهر في سموحه ما شاء الله يعني. ما شاء الله هايل يعني. وشايفين كمان محمد شريف، محمد شريف في انبي تاني هداف للدوري، لعيبه كويسه، لعيبه وعدة النادي الاهلي محتاجها. بفضل يعني، هو الراجل مش مفضل التعاقدات الخارجيه، عايز يرجع ولاد النادي. ولاد النادي دول مهمين ان هم يبقوا موجودين، ولعبوا اساسا في النادي الاهلي وطلعوا اعارات عشان ما كانش في فرصه اللعب، رجعوا دلوقتي على مستويات عاليه بصراحه كلهم. اولا برضو من الناحيه الاقتصاديه بيوفر النادي الاهلي مبالغ طائله في الانتدابات من طبعا من الخارج. ولاد النادي الاهلي لسه مش هتحفظي بقى الولاد دي وروح الفانيلا، هم اساسا جاهزين للموضوع ده، واعتقد انه هو اتجاهه طبعا للناشئين. لو هاخدكم بس الحته صغيره كده، بس انت برضو قصدك على مسابقات البراعم والناشئين، حطيتوا ميعاد مبدئي مش كده؟ حطينا ميعاد مبدئي، وبعدين حصل مد في القيد في القائمه الثانيه. يعني القائمه الثانيه هتبدا بدل ما كانت 4/11 هتبقى 11/11، فبالتالي لازم تدي فرصه للانديه طبعا والفرق انها تعمل القوائم بتاعتها الثانيه. بعد كده ممكن نأخر مثلا أسبوع عن المواعيد، يعني نبدأ غالبا يعني في المتوقع كده على شهر 12. ما تنسيش برضو أن في مشكلة كبيرة جدا في المسابقات ومهرجانات البراعم، لأن فيها تجمعات كبيرة كتير جدا طبعا جدا. الماتشات الدوري الممتاز وكده بدون جمهور، المشكلة في اللعيبة، واللعيبة بتعمل الرابيد تيست والبي سي ار قبلها ب 48 ساعه ومفيش مشكله بالنسبه لهم. انما انت بتتكلم عن المهرجانات، بتلعب مثلا حوالي مثلا 6-7 ماتشات في يوم واحد، تجمعات ولاد صغيرين، والولد الصغير ده بيجي معاه. انت بتتكلم على 14-15 فرقه باخته وابوه يعني حوالين الملعب طبعا. الولد الصغير 9 سنين ده هيجي مع مامته وباباه واخته يعني، فانت لازم تفكري هتعملي ايه في الكلام ده. يعني انت بتبصي دلوقتي بقى، احنا بنبص للملعب وبره الملعب، فدي مشكله كبيره. فطبعا كان في اجتماع مع الدكتور محمود سعد المدير الفني طبعا للاتحاد، على اساس ان هو يعني بيناقش معاه طبعا الامور دي كلها، وفي اجتماع مع الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنه الطبيه في الاتحاد عشان نحط اللمسات والاجراءات الاحترازيه لبدء المسابقه، وتحسبا برضو للظروف اللي جايه. انت مش عارف ايه القصه اللي جايه برضو، شكل الفيروس ايه، الموضوع هيزيد. وانا شايف النهارده ان الرئيس الوزراء منزل 4000 جنيه غرامه لكل من لا يرتدي الكمامه اجباري، لان انا شايف ان هاني انا بمشي في الشوارع وفي لسه الاماكن كمان كتيره ساعات قليلة. الناس مكبره دماغها خالص، واخد بالك ازاي؟ مش عايزه تفكر في المنظر اللي فكرت فيه السنه اللي فاتت لما كانت كورونا موجوده. بس لازم نعي الكلام ده وتكون في اجراءات احترازيه، ما فيش شك. احنا بنقول لهم الكلام ده، مش هتخسر حاجه لو تلبس كمامه عشان ما تقعدش تاني والمنظر الصعب الاليم. بالظبط، يعني المنظر الاليم اللي كان موجود وقاعده في البيت وخانقه، لا ده انت انزل بس اعمل الاجراءات الاحترازيه والغسيل الايد والكمامه والحاجات دي عشان تقدر الدنيا تستمر ان شاء الله. باذن الله يبقى يعني نوفق في بدايه الموسم، لان انت برضو صعب ان انت يعني اجيال من الناشئين، ان انت السنه اللي فاتت المسابقه بتاعتهم وقفت ما كملوش فما لعبوش، ما ينفعش موسم تاني كمان ما يلعبش، يعني انت هتبطلي اجيال. فدي من الحاجات اللي احنا حريصين، واعتقد برضو يعني اكيد الدوله حريصه برضو ان الانشطه بتاعتها يعني تستمر والشغل يستمر. يعني كل التوفيق ليك يا كابتن، كل التوفيق ليك ان شاء الله باذن الله. واحنا طبعا بنكون دايما سعداء وجودك معانا يا كابتن محمد بجد. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.